إذن تحية مسائية ثقافية فكرية من أرض المعارض في إسطنبول في إطار فعاليات معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي. هذا المساء سيكون حديثنا مميزا، حديث في الإعلام الثقافي العربي، كيف استطاعت القنوات العربية في إسطنبول وفي تركيا احتضان المفكرين والمثقفين والعلماء العرب. هناك الجاليات العربية في تزايد مستمر، سيعرفنا الضيوف على تجربتهم في عالم الإعلام الثقافي العربي. سأعرفكم على البرامج. معنا الأستاذة إسراء الشيخ، وهي مقدمة برنامج حوار لكل العرب وحوارهن، ومعنا الأستاذ جهاد عدلة على قناة الرافدين العراقية، مقدم لبرنامج لكل العرب حديث العرب، والبرنامج الثالث مقاصد، ورئيس بيت الإعلاميين العرب، هي هيئة إعلامية تجمع الإعلاميين العرب في إسطنبول وتركيا. وزميلنا الأستاذ محمد الشيخ يوسف حاضر في كل الفعاليات الثقافية كممثل عن القسم العربي لوكالة الأناضول للأنباء. واسمحوا لي أن أشكر فريق الأناضول لأنه هو الشريك الإعلامي الرسمي لفعاليات المعرض. دون إطالة، البداية مع زميلي الأستاذ محمد الشيخ يوسف، وحديث عن وكالة الأناضول للأنباء. كيف احتضنت هذه الوكالة الفكر العربي، الثقافة العربية؟ كيف استطاعت أن تكون منبرا للعرب والأتراك في إسطنبول وتركيا؟ تفضل أستاذي. مساء الخير لكم جميعا حضورا وللضيوف الكرام في هذه الندوة. طبعا أشكر إدارة المعرض لإتاحتها الفرصة لنا للحديث لكم في هذه الندوة، وأيضا أشكر التنظيم الجيد للمعرض الذي يعتبر حدثا ثقافيا مهما للجالية العربية وللشعب التركي، ونتمنى أن يستمر كل عام في أن يقدم المزيد من النشاطات كل عام. اسمحوا لي بداية أن أبدأ بمقدمة للحديث عن الإعلام وتناوله للأنشطة الثقافية ولمفهوم الثقافة بشكل عام. خلال السنوات العشرين الأخيرة شهدنا تطور كبير لوسائل التواصل الاجتماعي ولاستخدام الانترنت وانتشار وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وأيضا الهواتف الذكية. كل هذا الأمر فرض تحديات أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تناول جميع الظواهر والفعاليات الثقافية التي تجري في المجتمع. وكيف إذا كان الحديث هنا عن مجتمعات، حيث أن وكالة الأناضول لا تخاطب فقط مثلا المجتمع التركي بل تخاطب المجتمع العربي بأجمعه. نحن نتحدث هنا عن شعوب تمتد من المحيط إلى الخليج يتم خطابها عبر النشرة العربية، ونتحدث أيضا عن الجاليات العربية المقيمة في تركيا، ونتحدث أيضا عن الشعب التركي الذي يتلقى نتاج العالم العربي عبر ترجمة الأعمال التي تتم في النشرة العربية. ضمن إطار التغير الذي حصل بدنا نفهم أكثر مفهوم الثقافة الذي توسع. يعني عندما بدأنا نتحدث إضافة إلى الشعر والثقافة والأدب والفن والموسيقى والخط والكتب والمعارض، هذه بدأنا نتحدث عن الشعوب نفسها، عن الشعوب التي عبرت عن أنفسها خلال السنوات الأخيرة، وبدنا نتحدث عن الوعي الثقافي للشعوب، وبالتالي بات لدينا نحن ميدان آخر للحديث عنه بخلاف الأدب والفن يضاف إليه طبعا. يعني خلاصة الكلام، نحن في وكالة الأناضول حريصون جدا على الاهتمام بالثقافة والحدث الثقافي، لأن هذا الأمر مهم للأجيال القادمة. نحن ندرك أن المجتمعات العربية المقيمة في تركيا بات لديها أجيال جديدة نشأت هنا بحاجة لأن تعرف وتتعلم على ثقافتها العربية من خلال الثقافة الموجودة في تركيا وللجاليات في تركيا وأيضا في البلدان العربية، ويتم استغلال كل الأحداث والمناسبات التي ذكرتها كما سبق من أجل إيصال الثقافة العربية للشارع التركي. وأيضا بالمقابل الوكالة بنشرتها العربية تنقل الثقافة التركية للعالم العربي، ومن خلال هذا تحاول أن تلعب دور الجسر للتواصل بين الشعوب لتكون مصدرا موثوقا للأخبار لدى الشارع العربي والشارع التركي. وشكرا لكم جميعا.
إذا نشكر الأستاذ محمد يوسف الشيخ من القسم العربي لوكالة الأناضول للأنباء، أعطانا صورة مختصرة عن احتضان الوكالة للفكر العربي للثقافة العربية للعرب وللجاليات العربية في اسطنبول وتركيا. ننتقل الآن إلى الزميلة والأستاذة الإعلامية والصحفية إسراء الشيخ من قناة الحوار. عبر برامجها استضافت العديد من الشخصيات والمفكرين العرب عبر برنامجها حوار العرب، صح؟ وأيضا خصصت فضاء حتى للنساء العربيات ضمن برنامجها المميز حوارهن. الآن نعطيها كلمة لتتحدث لنا عن كيف استطاعت قناة الحوار أن تغطي هذا الزخم الثقافي العربي في تركيا وإسطنبول. تفضل يا أستاذة. شكرا جزيلا بداية دكتور كمال، وأيضا شكرا على هذه الدعوة الكريمة. لابد في البداية أن أصحح، أقدم حاليا برنامج لكل العرب على شاشة الحوار بالإضافة إلى برنامج حوارهن. قبل الحديث عن تجربتي في قناة الحوار، لابد أن أذكر أني هنا منذ عام 2016، وكنت أعمل في قناة قبل قناة الحوار كان اسمها قناة دار الإيمان الفضائية، أغلقت الآن للأسف الشديد. هي قناة سياسية كانت معنية بالدرجة الأولى بالثورة السورية، وتركز أيضا على الواقع الثقافي العربي الموجود في تركيا. لماذا أذكر ذلك؟ وطبعا قبل قناة دار الإيمان أيضا كان لي عمل في عدة قنوات في الأردن، منذ 10 سنوات دخلت هذا المجال، وحاليا حصيلة تقديمي للبرامج التلفزيونية وصلت قرابة 10,000 ساعة تلفزيونية ما بين إعداد وتقديم. لماذا أقدم هذه المقدمة؟ لأن العمل الإعلامي يعتبر عمل بنائي، ولا يوجد في العمل الصحفي، وهذه رسالة أقدمها خصوصا للشباب الجدد، وأعرف أن هنالك من الشباب الإعلاميين أو خريجي الإعلام الجدد، لابد أن تعرفوا، لا يوجد أحد أو مؤسسة أو مدينة تقدم لكم عمل صحفي على طبق من ذهب، ولا يوجد مؤسسة إعلامية مهما تكن، حتى كبار المؤسسات على مستوى العالم العربي والأجنبي، ترفع الإعلامي والصحفي إذا لم يكن لديه اللبنة الأساسية أو لنقل الركائز الأساسية التي يستطيع بالفعل، والثقافة الأساسية التي يستطيع من خلالها أن يقدم نفسه للجمهور. حقيقة قبل قدومي إلى تركيا، لا أنكر، كان لدي مجموعة من البرامج المهمة المؤثرة، خصوصا برنامج معروف اسمه ما وراء المنظور، استطعت من خلاله أن أستضيف مجموعة من المفكرين وأن أتحدث عن قضايا جدلية في العالم العربي لم يكن في ذاك الوقت يتركها أحد من قبل. لكن ماذا قدمت لي تركيا حين أتيت لها؟ لا أحد يستطيع أن ينكر أن تركيا عبارة عن فسيفساء ثقافية جميلة وساحرة. هذا الكلام لا أتحدث عنه من باب المجاملة حقيقة، لكن دوما ما أقول، لابد أن يكون لكل إنسان مرحلة في حياته يمر فيها بتركيا، حتى لو لم يرد أن يعيش في هذه البلد طويلا، لأن هذه البلد فيها فسيفساء لا غير موجودة في بلاد أخرى موجودة في العالم العربي. طبيعة الهوية المركبة الموجودة في هذه البلد ما بين الهوية العثمانية والتركية الحديثة والهوية البيزنطية اليونانية القديمة، ولا يمكن أن ننكرها، لأنه الثقافة هي عملية بنائية كما ذكرت لكم، والهوية عملية بنائية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، طبيعة الجاليات العربية، الثراء العربي الموجود هنا غير موجود في مكان آخر. لذلك استطعت أن أقدم مجموعة من الحلقات، باعتقادي لو كنت في بلد الأردن لما كنت قدمتها بهذه الطريقة كما قدمتها هنا. دعوني أذكر لكم مجموعة من الحلقات أو أمثلة عليها. مثلا في حلقة استضفت فيها الدكتور كمال، كنا نتحدث فيها عن تنوع اللهجات، والدكتور كمال هو أساسا دكتور في اللسانيات، وأنا مهتمة أصلاً باحثة في التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية، ومن يتابعني يدرك تماماً ذلك من خلال مدوناتي. هذه الحلقة تعتبر حلقة في السوسيولوجي، في علم الاجتماع، بنيتها على مبدأ التاريخ والجغرافيا، تحدثت عن تنوع اللهجات، أسباب هذا التنوع في اللهجات، وكيف تبنى اللهجة، ودور التاريخ والجغرافيا بأماكن معينة في بناء الثقافة واللهجة.
في هذه الحلقة استضفت مجموعة من الجنسيات التي بنيت عليها الحلقة، جنسيات جزائرية، جنسيات عراقية، جنسيات من المغرب العربي، بالإضافة لتقديمي أيضا الأستاذ كان الدكتور العريان، حاليا نسيت اسمه، نعم طبعا مصور الحلقة من غزة تدخل، أيضا جالية من غزة هنا، جالية ثرية جدا، وكذلك الدكتور العريان وقتها تحدث عن البناء الجغرافي وهو باحث بالجغرافيا، أستاذ في جامعة صباح الدين زعيم معروف. باعتقادي هذه الحلقة نعم يمكن أن تقدم في أي مكان بالعالم العربي كفكرة، لكن كطريقة بناء واستضافة لهذا التنوع الجغرافي وهذا التنوع الثقافي، تركيا الذي التي قدمته لنا. أيضا في حلقة أخرى على سبيل المثال، أنا من الأشخاص المهتمين جدا بالبحث في موضوع الهوية المركبة، وباعتقادي كونه أصلا دراستي الأكاديمية هي هندسة جينات، لا يوجد شيء اسمه بيور جيناتكس، وإنما كلنا الآن بعرف البعض بيستغرب، نعم دخلت الإعلام لكن قبل كنت دارسة في الجامعة هندسة وراثية، لا يوجد شيء اسمه بيور جيناتكس، نحن كلنا عبارة عن هوية مركبة ودي أن إيه مختلط ببعضه، يعني فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأعتقد لو كل إنسان تأمل بتفاصيل شكله تفاصيل لهجته لوجد هذا التركيب يعني والفسيفساء الموجودة في داخله. وأنا أنبذ العنصرية بكافة أشكالها، قدمت حلقة عن الهوية المركبة ونبذ العنصرية، طبعا كيف أنبذ العنصرية؟ ليس بالحديث الخطابي، وإنما بإظهاري للمشاهدين وللجمهور أن الآخر يعيش فيك وأنت تعيش في الآخر. فبالتالي أحضرت مجموعة من الأمثلة أيضا من جنسيات وثقافات متعددة قدمتها للمشاهد، بحيث أبرزت مدى الجسور الواصلة بين هذه الثقافات، بحيث أنه كل مشاهد يرى هذه الحلقة يشعر بالخجل في داخله في حال أنه يعني شعر بشيء من العنصرية تجاه الآخر، لأنه رح يكتشف أنه الآخر يعيش فيه. هذه الفسيفساء الثقافية تركيا التي قدمتها لنا. الآن أنا بصدد تحضير حلقة باعتقادي أنها مهمة جدا، حتى الآن لم تقدم في العالم العربي، عن الحضارة الأشورية في العراق، وسأستضيف هنا صديقة لي تنتمي للطائفة الأشورية العراقية، وهي الطائفة المسيحية الأشورية في العراق. أنا فخورة بمعرفتي بها وفخورة بمعرفتي لأشخاص من هذه الطائفة، لو كنت في بلادي لما تعرفت عليهم. إحنا في عنا في الأردن عراقيين، لكن أن أتعرف على شخص أشوري يحتفظ حتى هذه اللحظة بثقافته الأشورية، باللغة الأشورية يتحدث بها ويكتب الكتابة الأشورية وممتلئ بهذه الثقافة، أعتقد إنه هذا غنى ثقافي مهم جدا. وسأقدم أنا بصدد التحضير لهذا الموضوع أيضا، بالمناسبة اشتريت من معرض الكتاب كتاب البروفيسور خزعل المجالي عن الحضارة الأشورية، وسأستعين فيه في التحضير لهذه الحلقة. فهنا أذكر لكم مجموعة من الأمثلة التي قدمتها في برامجي. باعتقادي هذه الأفكار، الإعلام في نهاية الأمر رسالة مو صفحة، يمكن كثير من الناس تعتقد أن الإعلام نعم بيعبي هوى، للأسف خصوصا في البرامج الثقافية هذه الفكرة مأخوذة عليه، لكن الصحفي والإعلامي صاحب الرسالة المثقف يستطيع بالفعل أن يستثمر البيئة الموجود فيها ويقدم شيء جديد للمشاهد ويقدم رسالة، بحيث هذه الفكرة يمكن أن تتغير فيما بعد. أنا أكون فخورة جدا حين يرسل لي أشخاص من المتابعين ويقولوا إنه إحنا بالفعل نبذنا العنصرية، صرنا نخجل من أنفسنا. باعتقادي تركيا، تأمل التفاصيل الثقافية الموجودة في تركيا تجعلنا ننبذ العنصرية. مثلا خليني أحكي لكم، في كثير من الانفلونسرز والصحفيين بيروحوا بيصوروا بالأماكن التاريخية في تركيا، وهي غنية جدا حقيقة. ما زلت أقول لا يوجد مدينة في العالم كما إسطنبول، وهذه ليست مجاملة، أنا لا أجامل، هذا تاريخ يفرض نفسه علينا. لكن أنا أزعم أني اكتشفت أماكن تاريخية وأزقة تاريخية في تركيا لا يعرفها أحد، حتى أصدقائي الأتراك كنت لما أجلس معهم يعني أحكي لهم عن هذه الأماكن يذهلوا. وقرأت عنها لأنه أقرأ، أعود للمؤرخين الأتراك ويعني أعود لبعض المصادر التركية وأقرأ عن هذه الأماكن بعض التفاصيل. مثلا منطقة السلطان أحمد، مين ما راحها؟ كلنا رحناها بطبيعة الحال، وزرنا آيا صوفيا أيام ما كانت متحف والآن وهي جامع، وزرنا المنطقة. لكن أنا قرأت تلك المنطقة بطريقة مختلفة، وقمت بإعداد وتقديم ميني دوكيومنتري أو وثائقي قصير عن هذه المنطقة، أيضا أزعم أنه لم يقدم مثله. يعني أنا شاهدت كل ما قدم عن هذه المنطقة، ونعم
اليوتيوب غني جدا والقنوات غنية جدا، الكل بيصور من صحفيين وإنفلونسرز، لكن طريقة قراءتي لهذه المنطقة كانت مختلفة. أنتم تذهبون إلى منطقة كانت معقل للحضارة البيزنطية في يوم من الأيام، فيها تراث بيزنطي حاضر وبقوة، وتراث يوناني وأساطير يونانية موجودة في قصر البازليك تحت الأرض، ومسلات فرعونية من ثم ألبست باللباس العثماني، شيء مذهل حقيقة. هذه الفسيفساء أن تجدها في منطقة واحدة، وهذا الميني دوكيومنتري موجود على قناة اليوتيوب، وهو قدم لقناة الحوار وموجود على قناة اليوتيوب، وعدت أيضا لمصادر تاريخية، يعني لم أقدم مجرد معلومات بديهية معروفة وممكن أنكم تشوفوها على يعني ممكن أنكم تعرفوها على الويكيبيديا. وبالمناسبة في إحدى يعني الكتب اللي استندت عليها كتاب لرحالة عثماني وثق تلك المنطقة في مرحلة معينة، وذكر كيف أن قسطنطين قال حين بنى آيا صوفيا: لقد تفوقت عليك يا سليمان. حين تم تحويل آيا صوفيا أو إعادتها لجامع، فأعدت يعني نشر هذه المقولة وهذه الفكرة، فأخذوها مجموعة من الصحفيين عشان تعرفوا بس إنه كيف الأفكار بتنتشر. أحياناً بيكون في منبعها صحفي معين. أنا بدي أحكي لكم مثال كيف أنتوا أيضاً ممكن تلتقطوا، لأنه أنا بعرف في خريجين إعلام في هذا الموضوع. أذكر في إحدى الحلقات التي حضرتها وأفخر بإعدادي لها، كانت عن الدور المسيحي في القدس، وأنا فلسطينية قدمت مجموعة كبيرة من الحلقات عن القضية الفلسطينية بكافة يعني مفاصلها السياسية والإنسانية، وشطارة الصحفي أنه يستقطب القصص مثل ما ذكر الأستاذ محمد. أنت تذهب إلى القصة، القصة لا تأتيك، انسوا القصص المستهلكة إعلاميا، شطارتك أنك تنزل بين الناس بالميدان. لما بتجلس مع 5 أشخاص بتقدر أنك تطلع من كل شخص منهم قصة صحفية، هذا هو الصحفي الحقيقي. أذكر في حلقة كنت أحضرها، سأختم بهذا نعم دكتور كمال، عن الدور المسيحي في القدس. الحلقة نعم إحنا بنعرف المسيحيين الموجودين في القدس، على رأسهم طبعا المسيحيين الوطنيين، على رأسهم مانويل مسلم. إحنا مانويل مسلم نحكي عنه حمساوي من كتر ما هو متبني للقضية الفلسطينية يعني، ووطني جدا، هو معروف أب معروف في القدس. لكن أنا أردت أن أذهب إلى أشخاص ما حدا بيعرفهم. بدأت البحث في الإنترنت من إلى عن على، استطعت أن أصل، لأنه لازم تبحث حقيقة كشبكة عنكبوتية. استطعت أن أصل لشخص مسيحي كاتب تجربة، هو فلسطيني وذهب يعني كان طبعا ينتمي لجبهة التحرير في فلسطين أيام ما كان في جبهة التحرير، تعرفوا منظمة التحرير الفلسطينية، احنا مرينا بعدة مراحل تحررية في فلسطين، ووطني جدا وكان يدرب على السلاح. أنا بتمنى ما يكون في كت لهاي الأمور، بس رح أحكي لكم هاي المعلومة. و أيضا ذهب سافر إلى العراق هذا الإنسان، وتخيلوا أنه درب الإخوان في سوريا أيام حافظ الأسد، موثق هذه التجربة بشكل كامل، كان يدربهم عسكريا، موثق هذه التجربة في كتاب ما حدا بيعرفه هذا الكتاب. هذا الشخص اسمه نزيه أبو نضال، وهذه الحلقة بحكي لكم إياها قبل 10 سنوات. نزيه أبو نضال قدرت أني أوصل لكتابه، مش مكتوب عنه انه ميت، ما حدا بيعرفه بهذاك الوقت، بس مش مكتوب عنه انه ميت. اتصلت برابطة الكتاب الاردنيين في ذاك الوقت، قدرت اني اوصل لشخص وثق يعني اثبت لي انه عايش. ايضا من الى عن على قدرت اني اوصل لرقم تليفونه، اتصلت فيه. اذكر اول كلمة حكى لي اياها لما قلت له انا قرأت كتابك، انا طبعا قدرت اوصل للكتاب وقرأته، اذكر اول كلمة حكى لي اياها قال لي انت كيف وصلتي لي يا بنتي، ما حدا بيعرفه، مسكين كتبه في طي النسيان. طبعا جبته وعملت معاه لقاء كامل وكان منبهر. بعدي أخذته الجزيرة بالمناسبة، ما حدا كان يعرفه، وعملت وثائقي عن موضوع الدور المسيحي في فلسطين. ليش بحكي لكم هاي النقاط؟ لأنه ما زلت أؤكد أنه يعني حقيقة الرسالة الإعلامية تعتمد بشكل كبير على مهارة الصحفي بحد ذاته وعلى شطارة الصحفي. سواء كنت في مؤسسة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، أنت من تستطيع بعينك أن تلتقط التفاصيل، أن تقرأ وتبحث. وتركيا غنية جدا جدا في هذا الموضوع، تقدم لكم حقيقة
شيء رائع جدا، لكن شطارتكم بالالتقاط. بدي أحكي نقطة أخيرة مهمة جدا فيما يتعلق بالتحدي المتعلق بالعمل الثقافي في تركيا، ولا خلينا نأجل التحديات. تمام، إذن أختم إلى هنا. إذن الشكر موصول للأستاذة إسراء الشيخ بقناة الحوار. كما قالت الأستاذة إسراء، تركيا غنية وفعلا إسطنبول فسيفساء. أنا صراحة من المتابعين الأوفياء لبرنامجها لكل العرب. زملائنا الأتراك معنا أيضا في دفع عجلة الإعلام العربي الثقافي في إسطنبول وتركيا. يحضر معنا اليوم في هذه الندوة الأستاذ جلال دمير على رأس هيئة بيت الإعلاميين العرب. هذه حاضنة للإعلاميين العرب، وحتى الأتراك معنا شركاء في هذه الهيئة لاحتضان المثقف والفكر العربيين. أستاذ جلال دمير سيحدثنا عن تجربته مع هذه الهيئة، واقعها، آفاقها، تحدياتها. هل استطاعت أن تحتضن المفكر العربي؟ هل استطاعت أن تعطي للإعلامي العربي منبرا لم يجده في بلاده، واستطاع أن يقدم أفكاره في إسطنبول وتركيا؟ أستاذي جلال، إليك الكلمة. بصراحة بيت الإعلاميين، الأنسة إسراء تحدثت عن نقاط هامة. بصراحة بيت الإعلاميين هدفها الأساسي أو تأسيسها الأساسي أو هدف تأسيسها الأساسي هي من الشعار. يعني الشعار بيت الإعلاميين فيها حرف التاء الترك، فيها حرف العين العرب، وفيها الهلال. يعني الهلال تحمي، يجمع الترك والعرب. فلذلك أظن يعني بيت الإعلاميين هدفها أو رؤيتها الأساسي أو غايتها الأساسي هي أن تكون تجمع العرب والترك بين الهلال في تركيا، أن نكون بيت أساسي، بيت فعلي وليس كلامي، أن نكون بيت للإخوة الإعلاميين الذين هاجروا إلى قلوبنا، هاجروا إلى بلادنا. فنحاول أن نكون فعلا بيت حقيقي للإعلام العربي الموجود على أراضينا. أقول بصراحة هناك قوة متنوعة كبيرة جدا في إسطنبول أو في تركيا. أنا في كل لقاءاتي أقولها، يعني ما يقارب 30 قنوات عربية، 12 إذاعات عدا الوكالات الأخبارية وباقي الجهات الإعلامية. هذه كلها يعني الجالية الإعلامية العربية الموجودة في إسطنبول تخاطب 250 مليون في الشرق الأوسط. يعني بطريقة أخرى، بكلمة أخرى، إسطنبول لها قوة إعلامية ضخمة تستطيع أن تصل رسالتها إلى الشعوب الجزيرة العربية بالمئة 328. فبيت الإعلاميين دورها أصلاً أن تحمي، تكون درع تحفظ هذه الجالية الإعلامية الموجودة في إسطنبول المتنوعة. وهذه الإمكانية بصراحة لا توجد في أي دولة عربية ولا أوروبية كتنوع، كتنوع أو كقوة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا كل هؤلاء الإعلام الجالية الإعلامية عندنا ببيت الإعلاميين ما يقارب 3400 عضو، ما يقارب 28 قنوات عربية عضو ببيت الإعلاميين، لماذا كل هذه الجالية العربية يختار إسطنبول؟ ألا يوجد مكان أخرى، دولة أخرى أحسن وأفضل؟ يوجد هناك دول أوروبية ممكن أنه يختار فيها، يذهب إلى هذه الدول ليكون أريح من ناحية المادية والناحية المعيشية، أو دول عربية أخرى. ولكن كل هذه الجالية العربية يختار أن يستقر، أن يكون لها مقر تركيا، حبا لتركيا، والحرية الموجودة في تركيا. الجالية العربية أظن أنه قبل قليل أن سأسرى تحدث، يستطيع أن ينفذ مهنته بشكل تام بدون أن يعاني عن مشاكل. ولكن بشكل عام الجالية الإعلامية العربية مرتاحة. وشكرا.
إذن الشكر موصول للأستاذ والإعلامي والصحفي جلال دميل رئيس بيت الإعلاميين العرب. كما قال، بيت الإعلاميين العرب هو بيت يجمع العرب والأتراك تحت سقف واحد. معي الضيف الأستاذ جهاد عدلة من قناة الرافدين العراقية، حديث العرب، صح؟ إذن حديث العرب حديث عربية كانت في برنامجه، استضاف العديد من المفكرين والباحثين والعلماء وممثلي هيئات رسمية من الدول العربية. فهي أيضا قناة لا تميل إلى الجالية العراقية فقط، وإنما هي عالمية أيضا. أنا كنت ضيف مرة، ضيف الأستاذ جهاد في برنامج حديث العرب، ولمست هذا التنوع الثقافي في البرنامج وفي القناة عموما، على عكس بعض القنوات التي جاءت إلى اسطنبول وإلى تركيا فقط لتبث لأولاد الجالية. هذه القناة ليبيا، هذه سورية، هذه كذا. فمرة سألت إحدى مدراء القنوات، كنت جديد في اسطنبول، أنا من الجزائر، من يتحدث عن الجزائريين؟ من ينقل الثقافة المغربية المغاربية؟ إذن نحن واحد، صح، مجموعة من الدول. أين السودان؟ أين اليمن؟ أين موريتانيا؟ أين الخليج؟ فنحن هنا لنحتضن كل الثقافة العربية وكل المثقفين العرب. دون إطالة، الكلمة للأستاذ جهاد عدلة، حديث العرب وقناة الرافدين العراقية. أما أنا فأبدأ بحمد الله والثناء عليه، وأثني بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله سيد العرب والعجم، وأثلث بشكر الدكتور، شكرا جزيلا على اختيار هذا الموضوع المهم والحيوي، والشكر الأكبر لحضراتكم أنكم انتقيتم من كل هذه النشاطات موضوع إعلامي ثقافي دونا عن كل هذه النشاطات، فهذا لعمري دليل على أنكم من النخبة، سواء كنتم إعلاميين أم غير إعلاميين. هذا موضوع مهم، لأن الإعلام لا يجاوز حدا من حدود هذه الحياة إلا ويخترقه وله دور فيه. القضية الثانية وهي هامشية، أنا يعني لست كثيرا من الذين يركزون من أين أنا وأين هو، من أين أنا وأين صديقي وأين أخي. فأنا جغرافيا يعني ومن حيث الجنسية أنتمي إلى سوريا وليس إلى العراق، وإن كان هذا يشرفني طبعا. لا أريد أن أتحدث كمن يبدو أنه يروج لنفسه، فأنا فرد صغير جدا في مؤسسة قناة اسمها الرافدين. حقيقة من تحدث الزملاء عن قضية الهوية، وهذه الهوية قضية عملية، قضية شعور، قضية إحساس، ومن ذلك أن العربي عرف بقوة شخصيته وشجاعته وكرمه، ومن ذلك أن الأخلاق العربية والأخلاق الإسلامية أمرتنا ووجهتنا بأن لا نثني على شخص نعيش معه، نعيش في كنفه، نشتغل معه. لذلك أنا سأكون في غنى عن أثني على قناة الرافدين إلا بما هي فيه، لن أثني كثيرا إلا أنها قناة تتوجه لكل العرب. البرنامج حديث العرب الذي كلفت بإدارته هو اتجهنا إلى السودان، واتجهنا إلى الصومال، واتجهنا إلى المغرب العربي، واتجهنا حتى إلى الإيغور، واتجهنا إلى ما حدث في نيوزيلندا. حاولنا أن نطرق كل الجغرافيا العربية والإسلامية. برنامج يحمل هما كبيرا، لا أدعي أنني أنا الذي يعني مسؤول، إذا ما حقق جزءا من النجاح أنني أنا المسؤول عنه، لا، هناك فريق عمل وهناك إدارة تعطينا هامش من التحرك. الذي أريد أن أقوله أننا في ظل ما نشاهده من تجريف للقيم العربية وللشخصية العربية، وخصوصا ما حصل في سوريا والعراق، وهذه فيها شيء من السياسي لأنه مشغول، ما حصل من تجريف للهوية العربية والشخصية العربية وخصوصا في سوريا والعراق، دفعنا إلى التأمل في واقع العرب وقضية الهجرة التي هاجر عشرات الآلاف، إن لم نقل مئات الآلاف من الشباب العرب من سوريا والعراق، هاجروا إلى أوروبا، وما سينتج عن ذلك من تغيير في العادات والثقافة والسلوك وحتى النظرة إلى الحياة، إلى الله، إلى الكون، إلى المجتمع، هذه كلها من تبعات الهجرة. فاشتغلنا سياسة في مرحلة من المراحل في هذا البرنامج، ثم بعد ذلك قلبنا الموجة إلى البعد الثقافي، وتحدثنا في مسائل تتعلق بصلب الهوية العربية. طرحت قضايا متعلقة باللغة، مثل اللغة العربية والشباب، اللغة العربية والثقافة، لماذا أو ماذا وراء دعوة تطوير النحو العربي؟ هذه دعوة خطيرة جدا جدا، لأنها مرتبطة، لأن اللغة العربية مرتبطة بالقرآن، يتغير المعنى بتغير الإعراب، فلذلك الدعوة إلى تطوير النحو العربي
دعوة ظاهرها ثقافي لكن عمقها أيديولوجي عقدي مرتبط بالنظرة الحداثية إلى القرآن وإلى الدين الإسلامي كله في هذا الوقت. كان الهدف من وراء طرح قضايا اللغة العربية هو بيان للشباب العربي بأن اللغة ليست مجرد أداة تواصل بيننا، هذه أقل وظائف اللغة على أهميتها، وإنما اللغة هي أداة تفكير ونظرة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الكون، إلى المجتمع، إلى علاقة بالآخر، إلى علاقة بنفسي. اللغة تولد الأفكار، لذلك فإن الياباني ينظر إلى الله، ينظر إلى الخلق، ينظر إلى الوجود بطريقة تختلف عما ينظر فيها الأمريكي أو العربي أو غير ذلك. فهذه أردنا أن نوضح هذا المفهوم، ونحسب أننا أصبنا قدرا من النجاح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. طرحنا قضايا متعلقة بالشباب العربي، الشباب العربي واللغة، الشباب العربي والهوية، التحديات التي تواجه الشباب العربي. طرحنا خمس حلقات، قدمنا خمس حلقات عن الشباب العربي، وهذا موضوع حقيقي يعني أدمى قلوبنا ونحن نحضر. طلعنا على الواقع الذي يعيشه الشباب العربي، ليس لديه مرجعية، يعني مثلا إخواننا الشباب التركي لديه مرجعية وطنية، لديه إدارة سياسية تحافظ عليه، تحافظ على تصوراته وأفكاره، تحافظ على حمايته، على ارتباطه بجذوره بأرضه. بينما العرب حقيقة تبين لنا من خلال المراقبة ليس لديهم، العرب الشباب العربي تائه بالرغم من الإمكانات الهائلة، الإمكانات الذهنية، الإمكانات النفسية، الطاقة الشبابية، المجتمعات العربية مجتمعات شابة، ليس هناك مرجعية أو إطار سياسي ثقافي أخلاقي مجتمعي يجمع الشباب العربي. هذا انعكس على طبيعة النظرة إلى الذات. هنا مثلا في تركيا كثير من العرب متوزعون أمما وقبائل، كل مجموعة جنسية منغلقة على ذاتها وتعمل لمصالحها الذاتية من دون أن يكون هناك حد أدنى من التكافل والتكامل العربي. أردنا البيان أن الشباب العربي يرتبط بهويته، يرتبط بثقافته، ومن ذلك أن يتمتع بخصال تستقى من التاريخ ولا تستقى من الحداثة ومن الفن الهابط الذي يقدم الآن عبر وسائل الإعلام التي تملأ الأثير في الوطن العربي. ومن ذلك، من تلك الهوية، من مسائل الهوية، أن العربي لا يجامل في غير موضع المجاملة، أن العربي كريم في طبعه، لأن الكرم معنى عربي أصيل، العربي شجاع، العربي عنده مروءة. بحثت في اللغات، وقد ضيفتني قناة إذاعة مسك في مرة من المرات لأنني صاحب تجربة في التحدث باللغة العربية الفصحى في بيتي وفي حياتي العامة، فأنا لا أتحدث العامية أبدا. استضافتني قناة مسك فبحثت، عرجت على قضية مفهومية متعلقة ببعض المصطلحات العربية، مفهوم المروءة لم أجد له في لغة أخرى تطبيقا عمليا. المروءة مصطلح عربي بحت، ونحن نعرف أن المصطلح هو تطبيق نظري لممارسة عملية سبقت هذا التطبيق. فلذلك قضية الهوية ليست كلاما مقعرا نجلس في ندوة ونتحدث ثم ينفض كل إلى سامره، أبدا. الهوية العربية هي متعلقة بنظرتنا إلى الحياة، بوظيفتنا كعرب في هذا الكون، وبأننا حملة دين كلفنا به من الله سبحانه وتعالى بأن نبلغه وأن نقوم على حراسته بسبب ما اختصنا الله سبحانه وتعالى به من لسان عربي فصيح. هذه القيم يجب أن تكون حاضرة في الشباب العربي ولا ينسلخ عن شخصيته، بحيث أنه يضطر إذا ذهب إلى أمريكا أن يجامل الأمريكيين، وإذا ذهب إلى إيران أن يجامل الإيرانيين. يجب أن يحظى بشخصية متماسكة قوية من دون أن يكون هناك نزعة عنصرية فوقية لأنها تتعارض مع قيم الإسلام، فكلنا سواء مع الاحتفاظ بالخصوصية، وهذه لا تتعارض مع الإسلام. هذه الثانية. الثالثة، تناولنا سلسلة طويلة من 6 حلقات عن موضوع الفكر العربي المعاصر. الفكر العربي المعاصر الآن يصاغ بعقول علمانية، لن نريد أن نذكر أسماء محددة، لكن كلكم مطلعون وتعرفون أن الذي يصوغ الفكر العربي المعاصر في جله هي شخصيات علمانية متأثرة بقيم الحداثة، درست في فرنسا، درست في أمريكا، في بريطانيا، عادت إلينا وهي متأثرة، بخلاف بعض الشخصيات العربية التي عاشت في الغرب ولم تتأثر به، بل مارست رؤية نقديا على هذا الغرب، كأمثال السيد قطب رحمه الله. وهذه الأمم المحترمة التي تملك شخصية مثل شخصية سيد قطب لأقامت الشوارع والمدن والأحياء والمدارس باسمه رحمه الله. لدينا شخص محمد عبد الله دراز رحمه الله، أيضا مصري،
وكان فيلسوفا عبقريا عاش ودرس في فرنسا واستطاع أن يحافظ على هويته وأن ينقض الحضارة الغربية بلسانها بلسان الفلسفة. أردنا من خلال الحلقات الفكرية التي قدمناها الفكر العربي المعاصر وسؤال التراث، الفكر العربي المعاصر والعولمة، الفكر العربي المعاصر واللغة، أردنا من خلال هذا أن نبين أن هناك إشكالات بنيوية يعني تتعلق في بنية الخطاب، بنية التأسيس لهذا الخطاب العربي المعاصر، مشكلة بنيوية لأنها انبنت على كيفية أو تكييف الخطاب العربي والثقافة العربية والقيم العربية بحيث أنها تكون متوائمة ومتعايشة مع الحداثة، بمعنى أن الحداثة الوافدة من الغرب هي الحكم، ونحن يجب علينا أن نكيف أنفسنا وأخلاقنا وطباعنا مع هذه الحداثة حتى نظهر للعالم أننا حداثيون، أننا متطورون، أننا متقدمون. فسقطنا في سقطة كبيرة، لذلك نجد الآن هناك نوع من الانفصال الحقيقي من قبل شرائح واسعة من المجتمعات العربية على مستوى الممارسة وعلى مستوى التفكير، منفصلة تماما عن الثقافة العربية الأصيلة. فلم تعد العادات عادات، ولم تعد القيم قيما نفسها، ولم تعد الأخلاق أخلاقا، صار عندنا نوع من الأخلاق الحداثية، بمعنى أن أخلاقنا لم تعد ثابتة، لم تعد الأخلاق قيمة ثابتة، وإنما تتغير بتغير المصالح، بتغير الزمان، بتغير التقدم والتكنولوجيا الحادثة التي بدأت تفرض علينا قيما جديدة ننساق وراءها. أحسب أننا في برنامج حديث العرب ضيفنا، وليس استضفنا طبعا، ضيفنا شخصيات عربية كبيرة، وحتى من إخواننا المسؤولين الأتراك الكبار انضموا إلى هذا البرنامج وضيفناهم. طرقنا قضايا مهمة جدا تتعلق في صلب العملية الثقافية والفكرية، وحسبنا أننا في برنامجنا حديث العرب توجهنا إلى النخبة حقيقة، من دون أن يغيب عن ناظرنا واهتمامنا العامي الشاب والعامي، لأننا كإعلام وسيلة جماهيرية ينبغي أن نخاطب كل الشرائح، لكن التركيز في الأساس كان على النخب العربية التي هي ينبغي عليها وجوبا أخلاقيا أن تصوغ المجتمع وتصوغ أفكاره وأن تتصدى للتغيير وأن تقف في مقدمة المطالبين بالتغيير والعاملين عليه. لكن وأرجو أن لا أكون قد أطلت دكتور دقيقتين فقط، خلصت من خلال تجربتي مع برنامج حديث العرب بخلاصات كثيرة حقيقة، لكن سأختصرها في اثنتين. الأولى هي الانفصام النكد بين ما يقوله كثير من المثقفين العرب وبين واقع حالهم، بمعنى أن بما أنني أنا مهتم بقضية اللغة العربية تحديدا، على فكرة وهي أعقب على ما قاله أخي الأستاذ جلال بأنكم تعلموا اللغة التركية، لا، أدعوكم أولا أن تتعلموا اللغة العربية، لأنني أزعم أن كثيرا منكم هم عجم باللسان وبالفهم العربي، فلذلك نحن كثيرا من شبابنا عندما يقرأ القرآن يظن أنه لغة يعني كتاب من الطلاسم، لا يفهم شيئا منه، لا يفهم ماذا يريد الله. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إذا سمعت خطابا في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فهو إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إلى آخر الحديث ما قاله عبد الله بن عباس. فيجب عليك أن تفهم الخطاب القرآني والخطاب النبوي، ويجب عليك أن ترتبط بثقافتك. بلا لسان لا يمكن بعد ذلك ينفعك أن تتعلم اللغة التركية ولا يضرك. نحن لا نريد أن نجامل، نحب إخواننا الأتراك ونعيش في كنفهم، لكن تعلم لغتك وحض أولادك على أن يتعلموا لغتهم، لأنها لغة تجمعنا نحن والأتراك، إخوتنا الأتراك أصلا واجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة. هذه الثانية. القضية الأولى التي أريد أن أركز عليها الانفصام النكد بين ما يقوله المثقفون العرب وبين واقع حالهم. يعني بعض المثقفين العرب جاءني وتحدث عن قضية الثقافة العربية واللغة العربية وتربية الأبناء، وابنه يتعلم في مدرسة إنجليزية. بعدما عرفت لماذا تفعل هذا يقول لي: حتى يؤمن مستقبله. قلت له: أنا لا أستحي من الحق حقيقة. قلت له: لا تتحدث في مسائل تخص الشأن العام، ينبغي أن تكون قدوة، لأن هؤلاء الذين يتابعونك ينبغي أن يتأثروا بك وأن يشعروا بصدقك حتى تصل الرسالة. إذن هناك انفصام نكد، وهذا مرتبط بالثقب الكبير الذي تعرض له جدار الهوية العربية. أنني لاحظت أن القنوات العربية ليس بينها أي حد من التنسيق فيما يتعلق بتقديم رؤية مقاربة عامة، كيف نخدم شبابنا العرب الذي جاء إلى بيئة ليست عربية. هناك نوع من الغربة، يجب أن نعترف، هناك نوع من الغربة
في موضوع فيما يتعلق باللغة، باللغة تحديدا، وإنما هنا إخوتنا الأتراك استضافونا وآوونا بطريقة أنا لم أجدها في الدول العربية شخصيا، لكن لا أريد أن أكثر من المديح، لأن أي مديح لتركيا يقدح بي وبتركيا، لأنني أعيش معهم، أحتفظ بمودتي ومشاعري لهم بقلبي. القنوات العربية لم تقدم حدا أدنى من التنسيق، من اللقاء، من الاجتماع، لوضع رؤية وسياسة عامة تقوم على التعاون والتكافل لخدمة شبابنا العربي وخدمة قضاياه وخدمة آماله وتطلعاته، كيف نحافظ عليه، كيف ننظمه ونقدمه للمجتمع التركي بطريقة حضارية يقبلها إخوتنا الأتراك. أطلت أنا ها؟ طيب، يجب علي أن أختم وأشكر مرة أخرى الدكتور كمال، شكرا جزيلا، وأشكر حضراتكم.